Salam alaikum. ننتظر المباراة صعب لنا بحكم كما شفت يعني لما جئتنا يوم خميس ومن بعد اضطر لنا البقاء في كازابلانكا دار البيضاء إلى يوم الجمعة يعني ليلة الخميس عقبناها بين خوف من الطائرة وقلق نجي ولا ما نجيوش المهم يعني احنا كنا متخوفين من هذا التعب يعني بحكم النوم ما كناش نايمين طيلة ليلة الخميس إلى الجمعة رغم ذلك اللاعبين حاولنا التحكم والاسترجاع ومحاولة اللعب كرة جميلة أظن أن حاولنا يعني في بداية المباراة باش نتحكموا في الخصم اللي كان يلعب كرة جميلة ولكن كان بعيد عن الخطر يعني شفنا انه كان ينتظر الكرات بحكم القراءه اللي درناها على الخصم 65% كرات ثابته و43% كرات سريعه يعني ف حاولنا التحكم في الاطار هذا اقول انه كما قلت لك الخصم كان يحاول في مرارا ولكن لولا ضربة حرة يعني أقول ما نحكمش وما نتكلمش لأن عييت أنا أتكلم في هذا الأمر هذا أقول لكم الحكم في ضربة جزاء ما تقولوا لي لا الأولى لا الثانية لأن الأولى فيها تسلل واللاعب مشى ولكن الثانية ما فيها حتى كانت ضربة جزاء قاسية جدا اللي خلات نوعا ما لاعبي تاعي لأن الخوف تاعي ثاني خاصة هو نفسي لأن بعد تعب خفنا أنه نتحقروا في لقطة ما ونعود نخرج